أكدت الجامعة العربية أن استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ على أراضي المملكة يقضي على فرص السلام، وأشارت إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا خطيرا للأمن والسلم الدوليين واستفزازا مقصودا للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني. وأضافت الجامعة العربية أن الحوثيين لا زالوا يصرون على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها، وأعربت عن قلقها من الأحداث الأخيرة في عدن، مؤكدة أن أي محاولة لتمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب. وأضافت الجامعة العربية أن جلب السلام والاستقرار لليمن يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف من أجل استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والميليشياوية.